السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير صلصه الطماطم الرائعه الخاصه بجميع انواع البيتزا والمملحات. مروا الان تعرفوا على المكونات والطريقه. بالنسبه للمكونات سنحتاج الى 4 حبات من الطماطم على هذا الحجم اللي قمت بتقطيعها الى مكعبات صغيره، ويعني ضروري ما تحتفظي بهذيك الزريعه ديالها، وقمت بسلقها مع كاس صغير هذا الحجم ديال الماء لمده 15 دقيقه. فانت الا شتيها انها فرزت الماء كثير فضيفي فقط نصف كاس صغير. غادي نحتاجوا الى زيت زيتون، بصله واحده صغيره مشلضه رقيقه، 3 ملاعق كبيره من مركز الطماطم، عندي هنايا ملعقه صغيره من سكر حبوب اي سكر سنيده باش نهرسوا الحموضه ديال الطماطم. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره من الملح، وكذلك الحبق المجفف يمكن لك كذلك تعوضي بالزعتر، فالاعشاب المناسبه كتبقى اختياريه، قليل من سكينجبير، ونصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود، وفصين من الثوم. نمر الان للتحضير. في مقلاة قمت بوضع ملعقتين كبيرتين من الزيت. غادي نضيف لهم الان الطماطم اللي قمنا بسلقها كيف ما ذكرت لمده 15 دقيقه. غادي نضيف لها البصل ثم مركز الطماطم، وفي الاخير نضيف الثوم والسكر والتوابل. طبيعه الحال الثوم اللي نكونوا فرمناه. ما بقى لي الا ندمج جميع المكونات جيدا مع بعضيتها. ومن بعد ما حركت الكل جيدا غادي نتركهم على نار متوسطه لمده 10 دقائق، ونراقبهم ونحركوهم بطبيعه الحال من حين الى اخر. ويمكن لك كذلك يعني تغطي عليه. بعد مرور 10 دقائق كيف ما كتلاحظوا كيصبح شكل صلصه الطماطم هكا، يعني كيعقد وكتنشف من الماء نهائيا. ويعني نتوما كيبقى لكم الاختيار الان، يا اما تزيدوا طحنوها بالطحان اليدوي، او الا بغيتوا هذوك الطريفات ديال البصل والطماطم ما يبقاوش باينين لكم في الصلصه ديالكم، طحنوها بالطحان الكهربائي، وهذا الشيء يعني بطبيعه الحال بعد ما تبرد. ويعني الطريقه الثالثه هو انكم تشدوا هذه الملعقه الخشبيه، واثناء منين تكون اثناء الطهي تبداو تضغطوا على هذوك الطريفات ديال الطماطم هكا باش يعني كي كتصغروهم او كيف ما كنقولوا يعني كنبغجوها بهاد المعلقه الخشبيه. فانا يعني فقط ضغطت عليها شويه بالملعقه الخشبيه باش نخلي هذوك الطريفات ديال الطماطم نحسوا بهم في الصلصه، وانتم يعني كيبقى لكم الاختيار. وها هي الصلصه ديالنا الان صبحت جاهزه للاستعمال. فبالنسبه لهذه فهي اللي شرحت لكم، قلت لكم فقط ضغطت عليها بالملعقه الخشبيه باش يبقاو ليا هاد الطريفات ديال الطماطم والبصل باينين. وبالنسبه لهذه فقمت بطحنها بالطحان الكهربائي، وكيف ما لاحظتوا يعني كيختفيوا هذوك الطريفات ولكن القوام ديالها كيبقى عاقد. فبالنسبه لهاد الصلصات يعني يمكن لكم تستعملوهم جميع انواع المملحات البيتزات وكذلك المعجنات الا بغيتوا. وعلى فكره يمكن لكم كذلك يعني تحتفظوا بها في المجمد الى حين الاستعمال. وسبق لي كذلك يعني حضرت صلصه اخرى ديال الطماطم متعدده الاستعمال، ومجموعه من الاخوات سولوني يعني واش يمكن لهم كذلك يستعملوها في الحريره المغربيه، فكنجاوبهم يعني اكيد يمكن لكم تستعملوها، ولكن بشرط انكم ما تضيفوش المنسمات الاعشاب المنسمه بغيت نقصد. ويمكن لكم ان شاء الله كذلك يعني تستعملوها فكتجي زوينه. وكانت هذه هي وصفه اليوم، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تشاركوها مع اصدقائكم احبابكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.